عايزين نص كيلو من اللحمة المفرومة، بصلة مفرومة ناعم، ربع كوباية من البقدونس، نص كوباية من البرغل الناعم منقوع ومتصفي كويس جدا من المية، بيضة، ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا، 7 بهارات وجوز الطيب وملح وفلفل اسود. للتغليف عندي دقيق وبقسماط ناعم وبيض وملح وفلفل اسود وزيت للقلية. يلا بينا نجيب حاجة كده نشتغل فيها. هننزل باللحمة على البصلايه وهي برضو ما فيهاش ميه خالص، وما تنقيش بصلايه كبيره، بصلايه صغيره تنزلي منها الميه، تعصريها من الميه خالص، هنحط فيها بس التفل بتاعها كده، مش هنزود بصل كتير بالشكل ده. هحط البقدونس، البهارات 7 بهارات اللي هي بهارات اللحمة، عايزة تحطي رشة جوزة الطيب اوكي كده، الكربوناتو او البيكنج صودا او حتى لو عندك بيكنج باودر ممكن تحطيه مفيش مشكلة. نحط كمان الملح والفلفل. يلا بينا البرغل المتصفي من المية ضروري جدا برضو ننقعه ونصفيه من المية. هنحط البيضة، بس لما نقلب كل المقادير دي مع بعض كده تقليبة ايه البيضة، واحنا بنتكلم دلوقتي مع ميرنا، وحطينا كمان البرغل اوكي المتصفي من المية، لو حابين تزودوا برغل تاني زودوا. البرغل إضافة جميلة جدا، أولا بتكتر لي كمية اللحمة وبتشبع بتخليها حلوة قوي، وفي نفس الوقت بتخلي فيه فراغات كده واللحمة مش مكتومة. كده ايه تمام، خلطنا كل مكوناتنا كويس قوي، والكفتة ايه تطلع بس كده عرق لطيف وتبقى متماسكة. تقدروا تعملوا الكلام ده في الكبة، بس انا برضو ما بحبهاش ناعمة النعومة دي، يعني مش لدرجة الكبة، بحب ايه الحاجة تبقى مخدومة بالايد شوية. مش كل حاجة، في انواع كفتة بعملها في الكبة وببقى عايزاها ناعمة جدا. يلا بينا نبتدي بقى ايه نشكلها. اول حاجة بعملها انه الكفتاية نفسها بشكلها الشكل ده كده، الكورة العادية اعملها كورة، ما تبقاش برضو تخينة قوي، ما تتخنيهاش قوي عشان احنا عايزين نسويها. انت زي ما انت شايفة كده هي هتستوي في الزيت، هنعمل كده وكده، نشكل كام واحدة ونحطها في الزيت. احنا مش مجهزين طبعا نسخة ولا حاجة، مفيش نسخة في التلاجة. المفروض ان احنا بعد ما بنعمل لها خلطة التغليف بندخلها التلاجة او الفريزر شوية وبعدين نقليها. سريعة وبتبقى لطيفة جنب أي حاجة بالبشاميل، حتى لو عاملة بطاطس بالبشاميل اللي هي من غير لحمة، عارفة البطاطس الجراتان اللي بنعملها شرايح بطاطس وصوص بشاميل ونحط لها شوية جبنة، وممكن تحطي في صوص البشاميل الخفيف ده شوية كريمة وتقومي مدخلاها الفرن تستوي، وبنقطع البطاطس رفيع كده، دي بتبقى جنبها جميلة جدا. ساعات مثلا في حاجات ما بنبقاش نعمل يعني عارفين نعمل جنبها ايه، ممكن نعمل جنبها فراخ بانيه، ممكن نعمل جنبها كفتة زي دي، وده بيخليني ايه اللي هو اعملها بشوية لحمة صغيرين، احط عليها بقى البرغل ويبقى خلاص كده ايه الاكل جاهز، مع سلطة طبعا، يعني نحاول ان احنا دايما يبقى عندنا سلطة يوميا. كده شكلناها كور، عايزين ناخدهم بقى دلوقتي كمان نبتدي مرحلة التغليف. والمرحلة دي انا هغلف الاول بالدقيق بيض كده، وناخد الدقيق. يلا بينا، اول حاجة بنعملها ان احنا نحطها في الدقيق اهي كده، وبعد ما احطها في الدقيق هديها شوكة او شوكتين
شكه كده وشكه كده. تمام، يلا اللي بعده. نغلفها الاول. ليه بغلفها؟ علشان برضو ايه، نحافظ على الطبقه بتاعت البيض والبقسماط اللي احنا هنعملها لها. تاخد وقتها في السوا براحتها، ونبقى مطمنين ان هي مستويه من جوه كده. خلصنا، ندي بقى ايه الشوكتين بتوعنا كده في كله عشان الزيت يدخل، وتبقى هي مفرغه مش مكتومه. وهي مش هتبقى مكتومه خالص عشان البرغل وعشان البيكنج صودا الكربونات اللي احنا حطيناها. ادي البيض وادي البقسماط، خلصت مرحله الدقيقه. اقوم واخداها حطها في البيض كده وعلى البقسماط على طول، ونغلف كويس. بص، هو انا اصلا مش عايزه الزيت يبقى سخن قوي، تمام؟ درجه حراره الزيت ما بتبقاش سخنه بزياده، زيت عميق جدا. حله كده، اختاري حله صغيره قوي عشان الزيت يبقى عميق، وحطي الكفته. هيكون اسخن من كده سنه، وهي بعد ما هتستوي هتطلع لفوق، هتطلع للزيت من فوق. اوكي، اقلي الكفته. انا نقلت طبعا الزيت في حله صغيره زي ما قلت لكم كده، علشان انا عايزاها اول ما انزلها تبقى غويطه. اتكوا عليها في اللون شويه وما تخافوش، ولو عايزه تغطي الحله شويه وتفتحي عليها برضو شويه، يعني تقومي مغطيه كده اهو وتسيبيها شويه كده وتقومي فاتحه مثلا كده، يبقى احسن. درجه الحراره كده بتاعت الزيت ايه تظبط معاكي في القلايه كويس جدا. اهم حاجه عندي ان هي طبعا تبقى مستويه من جوه، وهي بتبقى استوت لما بتبتدي تطلع على الوش من فوق كده، ببقى عارفه ان هي اوريدي دخلت في التسويه. وما بنزودش كتير، ما تملوش الحله، يعني تملي الحله الصغيره اللي عندك للمقاس ده كده، تحطي فيها اربعه خمسه بالكتير يطلعوا، تقومي حاطه غيرها وهكذا. سيبيها بس اهم حاجه انها تستوي كويس جدا. دي كده لسه لها تكه كمان لحد ما تبقى لونها لون التانيه اللي طلعناها. تدي بقى ايه الكراست بتاعتها كده، والطبقه الخارجيه تقرمش وتبقى لذيذه زي ما احنا شايفين. تاخد لون حلو، تاخد وقتها في السوى. زي ما بقول لكم، اوعوا تحطوها في زيت سخن قوي قوي قوي، الزيت يبقى متوسط او اعلى من المتوسط سنه، ونطلعها من الزيت نصفيها طبعا علشان تفضل بتاخد منك لون حلو وتستوي كويس قوي من جوه. زيت بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده علشان حاطين كربوناته، فالكربوناته هي اللي بتعمل كده. بس عادي يعني، انا طبعا زودت شويه عشان الوقت، بس خايفه من الوقت ما يكملش ان انا ما اقليهمش كلهم. فتعالوا نغطي عليه نص التغطيه ونطمن ان البوتاجاز شغال. طبعا الزيت على تالت او رابع دور في القليه بيكون اوريدي سخن كويس، فتمام. اهم حاجه ان هو ما يبقاش برضو بيغلي بزياده. انا عشان كده قلت لكم ان انا حطيت كتير، حطيت كتير المره دي علشان هو يستحمل كمان، يستحمل ان انت على تالت دور كده في القليه خلاص انا بقى عايزه ابرده شويه، فاهمين؟ تحطوا له شويه زياده عشان يبرد سنه عن درجه الحراره اللي وصل لها من الدور الثاني او الدور الاولاني في القليه.